صورة بس. أستاذة إيمان. أيوة أستاذة إيمان، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، قولتنا كنت بقى إيه بتعرف عشان مشكلتك؟ الدكتور. أه أهلا اتفضلي. وسهلا، أهلا وسهلا أستاذة أهلا إيمان. بحضرتك يا دكتور. أهلا لو وسهلا سمحت أستاذة يا إيمان. دكتور، أنا عاملة نظام دايت، أنا برضع تمام. بس في مشكلة إن أنا جت لي أنيميا، لقيت الأنيميا بقى 9، شعري كله وقع. أدي أول حاجة. تمام. تاني حاجة بقى، لما جبت علاج الأنيميا وكده ورجعت أخده، بقيت باكل، تمام رجعت زدت تاني 8 كيلو. وفي مشكلة يا دكتور لو سمحت، بالله عليك تمام شوف لي حل لها. نعم، ايه بص، المشكلة؟ في مشكلة أنا بواجهها، ايه هي؟ أفضل طول اليوم ماشية مظبوط وما بجيش إلا يعني تقريبا من المغرب كده، وألاقي نفسي مش قادرة أمسك، مش قادرة أسيطر على نفسي. جاعت خلاص. جاع. مش قادرة أسيطر على نفسي، لو لقيت 5 كيلو شوكولاتة قدام مني ممكن آكلها. مشكلة كل الناس هي يجوا مشكلة بالليل كبيرة طبعا، ويجوعوا. بالذات مع الرضاعة، ربنا عشان هي يرحمها. احنا ما زلنا في فترة الرضاعة يا أستاذ إيمان. ما انا بتاع هو اللي لازم تعملي دايت وتنزلي في ارض. تمام، ما فيش مشكلة، تحت أمرك يا نشكرك يا أستاذ. نشكرك أستاذة إيمان. طب خليكي الوزن طول معانا. قد إيه معلش؟ هي هي قفلت. فاهم. انا وزني 100، وكان 120، نزلت زي 15 كيلو وباقي 15 كيلو كمان. يعني دلوقتي 105. لا ده انا دلوقتي رجعت زدت التاني، بقيت 108. يعني كنت 120، نزلت 15 كيلو بقيت 105، وطول وبعد حضرتك كده كام يا طلعت. استاذه ايمان؟ نعم، طول حضرتك قد ايه؟ الطول مش فاكره الطول والله. لا مش فاكره، بس انا طويله، يعني مش طويله جامد، طويله يعني 160 165 165. يعني. متشكرين جدا تقريبا استاذ ايمان، حضرتك. نشكرك يا استاذه ايمان، خليكي معانا بقى تابعينا. ايه يا دكتور؟ هو فترة الرضاعة دي فترة حرجة جدا تمام. بالنسبة للست. المفروض طبعا هو بتمشي على نظام رجيم، بس مش بيبقى يعني القاسي قوي، لأن هي طبعا هي الأكل اللي بتاكله بيبقى متقاسم لشقين، ليها وللطفل الرضاعة. نفسها. وبالتالي برضه احنا بنقول للست اللي بترضع دايما، اوعي تاخدي أي أدوية للتخسيس في الفترة دي خلال فترة تمام. الرضاعة، لأن أي دواء هتاخده في التخسيس للرضاعة هينزل للطفل عن طريق اللبن. فبالتالي هي بتمشي على نظام غذائي متكامل، ما فيش اي مشكله. هنقلل فيه العيش، وهنقلل فيه اللي هي رز الكربوهيدرات ومكرونة والكلام ده كله، وسكريات. تمام. طبعا هنقلل فيه الكلام ده كله، وفي نفس الوقت مش هيبقى زي القاسي. لازم برضو ادي ما بين كل وجبه والتانيه حاجه زي سناكس، بحيث ان هي تديها عمليه اشباع شويه. كون ان هي نزلت وطلعت طبعا ده بسبب ان هي طبعا بتاكل طول يعني بتيجي بالليل في الفتره اللي هي المفروض ان احنا نقلل فيها فيهاش الاكل، حرق كتير بالليل، ما فيهاش حرق، وانا باجي بزود كم السعرات الاكل الحرارية اللي والسعرات بتاكلها. بتقول ان هي الحراريه تاكل اللي هي سكريات داخله، كتير، شوكولاتة وكده. شوكولاتات والكلام ده. احنا بننصح بس مش 5 كيلو شوكولاته، يعني لا مكعب هي شوكولاته بتبقى يعني بسيط. هي قصدها ان هي تقول ان هي مش قادرة تتماسك، او مش قادرة لو هي مش قادره تتماسك، ممكن كوبايه زبادي عليها معلقه رد او شوفان، او كوبايه لبن عليها معلقه رد او شوفان، برضو بتعمل احساس اشباع. بالامتلاء شويه. يعني ده بالنسبه لبين الوجبات او بالليل، او تخلي يعني ايه تقسم مثلا الوجبات كل ساعتين وجبه، بحيث مثلا ايه ما تحسش تفضل بعمليه طول الوقت الجوع. مش جعانه، طول الوقت عندها طول اشباع. طول الوقت ما بتبقاش يعني محتاجه ان هي تاكل كميات كبيره جدا، لان هي بتفضل ماسكه نفسها طول النهار وتيجي بالليل طبعا، فده اللي بيعمل لها عمليه الزياده والاضطراب الوزن. فهي لازم بتتابع على نظام غذائي متكامل، بس بنقلل فيه كميات الكربوهيدرات الكربوهيدرات والدهون والسكريات. والسكريات، دي مهم جدا. ممكن معاهم وتلجأ بقى بيه. فواكه، طبعا. بخضار، بخيار، بخس هي مثلا الخضروات السلطه الورقيه مثلا الخضراء. بتقطع الخيار مثلا قطع صغيره جدا، عشان برضو تمام. تاخد وقت حتى كمان في عمليه الاكل. وبننصحها برضو تاخد كميات كبيره في عمليه المضغ، دي برضو تاخد وقت، بتساعد. تشرب ميه كتير طبعا وسوائل كتير. الميه بتعمل عمليه امتلاء في المعده، وبتحسسها برضو بالشبع الى حد ما. معانا